في إدلب مركز معالجة فيزيائية. محسن واحد من رواده، بترت إحدى قدميه بفعل الحرب. لديه طموح أن ينازل فرق العالم كرويا، فهو الآن عضو في فريق كرة قدم المستجد. قوامه لاعبون من ذوي الاحتياجات الخاصة، لسيما أولئك الذين يعانون خسارة أطراف ويتحرون الأمل بغد يعينهم على تجاوز مآسيهم النفسية والجسدية. احنا كفريق يعني ما في لنا شيء مخصصات، ما في لنا شيء، في صعوبه بالنقل، في كثير شغلات بنعاني منها. بنناشد انه نلعب مع فرق ثانيه او حدا يتبنانا دوليا، نطلع نلعب برا مع منتخبات، مع يعني مثل حقنا مثل اي حق فريق ثاني. التحديات هنا لا تقتصر فقط على المصاعب الجسدية التي يعانيها نزلاء المركز. هواجس كورونا خيمت على الأجواء كذلك. وعلى الرغم من ذلك تم فريق قيد التأسيس بعد أن كان مجرد فكرة لمعت في رأس مدير مركز المعالجة الفيزيائية بمدينة إدلب. لديه من الخبرة العلاجية ما يكفي ليقرر من سيلعب ومن هم أهل للانخراط في عالم المستديرة متغلبين على أعبائهم الصحية. بداية الأمر كان رفض قاطع من نظرة المجتمع إلهم، من أي أمر هو كان يخليهم يخجلوا من هذا الأمر. صار في مباراة بين إنجلترا وتركيا، هو نهائي تشامبيونز بتركيا للمبتورين، نهائي أمم أوروبا عفوا، فرجيتهم علي. الحمد لله رب العالمين كان في قبول عند البعض بسبب الوباء اللي عم يصير بكافة أنحاء العالم، كورونا. نحن أخذنا تدابير مشان نحن إن شاء الله ما يصير في عنا أي خلل في الفريق وأي إصابة. كان في توزيع كمامات، كان في توزيع كفوف، كان في طول عنا علبة معقم. الفريق ضم شبانا من المدن والمحافظات السورية كافة، تجمعوا في إدلب بعد التهجير القسري. معظمهم كانوا قد تلقوا العلاج في مركز إدلب للعلاج الفيزيائي، آخرون لا يزالون تحت العلاج حتى اللحظة. فقدوا أطرافهم إثر الحرب والتفجيرات الناجمة عنها، لكنهم لم يفقدوا العزيمة، فهي ما تبقى لهم الآن لغد أفضل من أيامهم التي يعيشون.